رسالة وسلام من المرشد الأعلى للثورة السيد علي الخامنئي. أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها. أنا قاسم سليماني. إنها سوريا، عقدة اتصالنا بلبنان وحزب الله والصراع مع الكيان الصهيوني، والمشاركة في حربها كانت أحد أبرز الإنجازات التي ينسبونها لي. نعم، سجلك حافل، لكن سيرتك ملطخة بدماء كثيرين. أشرفت على تشكيل ميليشيات تابعة لإيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان. بينما تقول سيرته الفعلية إنه يقود ميليشيات المستعربين القادمين من شتى أصقاع الأرض إلى سوريا والعراق، رافعين علناً شعارات الثأر المذهبية من المسلمين السنة. أنا سليماني، الجندي المجاهد في سبيل الله، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني ويخشاه عملاء مشروع الاستكبار في منطقتنا. تؤكد الجزيرة أن الخطأ غير مقبول.